كاكي ولا شوفو. شفتوه؟ او ماي جاد. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله غادي نجرب معاكم المنتجات الاخرين، ويلا نبداو في الفيديو. وكيف ما كتشوفوا هنايا، اول حاجه غادي نديرها هي غادي نغسل وجهي بهذا الغسول. هذا الصراحه طوب طوب، هو الغسول الوحيد اللي كيوافقني لوجهي وكيردوا ليا كيشعل. دابا منين غسلت وجهي غادي نديرو واحد هاد لي ماسك. هادو لي ما ماتيش نقدر نديرهم بجوج، دونك غادي نختار واحد من هاد لي ماسك هادو وغادي نديروه. وانا اليوم غادي ندير ان شاء الله هذا، هاد الصفر هذا اللي هو ديال الفيتامين، وقالوا لك ديال الكونين. مهم اندوزو نوريكم الطريقه كيفاش كتقادو هاد الماسك هذا، حيت دايرين لكم الطريقه هنايا. انتو شفتوا عليكم ولا المهم مكتوبه هنا الطريقه، دونك تبعوا الطريقه هذه وغادي نديروها ونشوفوا الريزلت. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال البرودوي من بعد ما حليناه. ثانية، ثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، والسابعة. على هذا الشكل. ايوا يا الاخوان والاخوات، جيت بغيت ندير الماسك ولقيتو بحال هكا. ها نتوما شوفو، تزربا كرام قصاح. عرفتو علاش؟ حيت بقيت واحلة مع بنتي الصغيرة. ايوا وخبرت عليه غير تقريبا دقيقة هكا وكاكي ولا شوفو. شفتوه؟ وما هذا هو الشكل ديالو، القوام ديالو من بعد فاش كتخلطو. المهم كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال وجهي من بعد ما درت هذا الماسك هذا، وغادي نخليه ما بين 15 حتى 20 دقيقه وغادي نرجع معكم. المهم كانوا يدي تطلعوا شويه كالتعجيل، ما باقي نطلع حتى هو ليدي ونشوفوا. بنتي كاينه تتشقى، ما عرفتش كتقاد، كاينه كتخلط وتخلط بداك الماسك ديال قبيله اللي كرم، كاينه كتخلط. ساره بويا بايا سارة ماما ندير كويسة؟ سلايم ندير كويسة يا سلايم ندير كويسة؟ تعال ما ندرو تسيو. مهم دابا دازت 15 دقيقة غادي نحيد معاكم الماسك وغادي راك تجري وكتحيده. ذيس سو ساتيسفاين، الشي هذا كيجيب لك الراحة النفسية. المهم هذا هو الماسك من بعد ما كديريه راكم تشوفوا. شوفوا واش ماشي كاشير هذا، واش مكيشبهش الكاشير. شفتو شي هلامي هادشي. اول حاجه غادي نديرها لوجهي هو هذا الكريم هذا، يعني هو كريم ديال الكالمين وصافي. الا كان عندك شي تهيج في البشره هو كيكالمي لك داك التهيج. تشوفوا هنايا اللون ديالو، ندير هاد الجل ديال الالوفيرا، يعني هلامي. التكستر ديالو هلامي كما كيبان لكم هنايا، الشكل ديالو هكايا. غنديرو وجهي من بعد غادي نبدا نماساجي وجهي. كيعجبني من بعد ما نسالي كلشي ندير واحد شويه د الماساج لوجهي، ماشي شي حاجه برو وماشي حاجه عاديه، باش وجهي البشره ديالي تشرب هاد لي برودوي هادو. اخر حاجه غادي نديرها هو هاد الليب ماسك هذا،
وهذا هو الشكل ديالو الداخل. اي فوالا، هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش انكم تدعموا القناه بواحد الاشتراك وواحد اللايك وواحد الكومنتير لا فيديو، وتعطوني الاراء ديالكم. وهذا الشيء اللي كاين، وبسلامه عليكم.